إذا الصنف الأول من أصناف المعتدات من النساء من هن؟ أولات الأحمال، يعني الحمل من النساء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء طبعا كانت الحامل هذه مطلقة أو متوفى عنها زوجها، مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فبمجرد وضعها للحمل خرجت من العدة، بنص الآية الكريمة ونص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحديث سبيعة الأسلمية. سبيعة طبعا الحديث اللي ذكرته أنا قبل قليل قرأناه، الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، وقيل بأنه توفي في حجة الوداع، بعد أيام وضعت الحمل، قيل 40 يوم، قيل بعد أيام قليلة، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فرآها متجملة ومتزينة، فأقسم عليها بأنها لا تحل للرجال، لا تحل للرجال، لأن الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فاستدلال أبو السنابل بن بعكك صحيح، آية كريمة. فماذا فعلت سبيعة؟ لبست ثيابه وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فأمرها أن يعني تتزين وتتجمل وتتعرض للخطاب. هذه المسألة من المسائل المهمة، فيها خلاف، فيها خلاف يعني بالنسبة للمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل. لكن هناك قول هو مذهب علي وأيضا ابن عباس، قيل ابن عباس رجع عنه أنها تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين. عندنا الآن الحمل وعندنا عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10. فأيهما يكون أطولا تعتد به؟ هذا القول الثاني. طبعا القول الأول قول جماهير أهل العلم بوضع الحمل، بوضع الحمل، مثل ما ذكرت لكم الآن، أذكر لكم فقط فوائد وترتيب قبل ما ندخل ونتعمق في الشرح. إذا عدة الحامل ما هو عدة الحامل؟ بوضع الحمل. القول الثاني قالوا بالنسبة للحامل عدتها بأطول الأجلين. كيف أطول الأجلين؟ عندنا مثلا المتوفى عنها زوجها مثل ما ذكرت، فأيهما كان أطولا تعتد به؟ فإذا قلنا مثلا امرأة في الشهر الثامن توفي عنها زوجها فولدت بعد شهر، أيهما يكون أطول هنا؟ أسألكم أيهما أطول؟ عدة المتوفى عنها زوجها وليس عدة الحمل. لماذا؟ لأن وضعت الحمل، فأصبح الحمل هنا أقل من عدة متوفى عنها زوجها. إذا المذهب الثاني يقول بأن تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أما لو أنها مثلا كانت حامل في الشهر الأول أو الثاني وتوفي عنها زوجها، ستعتد كم؟ 4 أشهر و10. أيهما أطول؟ الحمل، فتذهب إلى عدة الحمل كاملا. هذا باختصار فيما يتعلق بعدة الحامل. إذا ما هي عدة الحامل؟ عدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد ساعة، حتى يروى عن عمر أو غير عمر قالوا بأن المرأة التي توفي عنها زوجها يجوز لها أن تنكح بعد وضع الحمل ولو كان زوجها على السرير، يعني يغسل. لاحظتم؟ أذكر أنا ضربت لكم مثال في شرح الزاد إن كنتم تذكرون، ها؟ وقلت مثلا رجل ذهب بامرأته إلى المستشفى حامل في الشهر التاسع، زين؟ وحصل لهم حادث، هو ذهب بها لتضع، حصل لهم حادث، توفي الزوج وبقيت الزوجة، ثم أدخلت المستشفى ووضعت الحمل، وضعت الحمل، انتهت عدته. هذا هو قول جماهير أهل العلم، انتهت عدته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان الفرقة بوفاء أو بطلاق، بوفاء أو بطلاق.
طبعا العلماء يذكرون بأن الحمل لابد أن يكون واضح، يعني ليس كل حمل، والحمل الذي يضعون ضابط له هي التي تصير به أم ولد، أم ولد يعني المكتمل، يكون مكتمل يعني فيه الصورة، فيه صورة الجنين، فيه صورة الجنين يعني متخلق.